السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا فيكم متابعين قناة محمد قدر. هذا محمد قدر مع مجددكم هاي الفيديو يا طبعا هون على تحدي البرجر زنقة. طبعا هلا راح نبلش ناكل وتشوف كيف طعمها ونجربها ونقيمها من عشرة. فيلا بينا. طبعا هون كمان عندنا برنجلين راح نفتح ونحط عند الأكل. زين الصحن. يلا خلينا نبلش. طبعا القايمة من 10 و9:30 خلينا نبدا الاشي الثاني. طبعا انا عاملة جبنة موزاريلا. هون عنا برجر من القيمة 10 من 10. هون عنا سلطة ملفوف. هاي 10. عن جد زاكي خلي عليكم يعملوا لكم بالدرس سكوش من المطعم احسن لكم. اليوم على صفحة لايك بشير سبسكرايب وشير 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 سبسكرايب وش